السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الفيديو رقم 29 من كورس اللايف كارنت. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التليفون سيستم، وخدنا نبذة تاريخية عن نظام التليفون، وعرفنا نظام التليغراف، وبعد كده عرفنا أول تليفون في العالم كان شكله إيه والفكرة بتاعته كانت إزاي، ورفعنا فيديو على الجروب الخاص بالكورس بيشرح بالتفصيل النظرية أو فكرة عمل أول تليفون في العالم اللي كان من اختراع ألكسندر جراهام بيل. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن أنواع التليفونات، ونعرف السيستم بيتكون من إيه، وكل كومبوننت جوه السيستم عبارة عن إيه. أول حاجة تعالوا نشوف أنواع التليفونات Types of Telephone System. التليفون سيستم بيتقسم لنوعين رئيسيين. أول نوع التراديشنال تليفون سيستم، اللي هو نظام التليفون التقليدي. تاني نوع اللي هو الحديث، الإنترنت بروتوكول، نظام تليفون بيعتمد على الإنترنت. طيب التراديشنال سيستم أنواعه إيه؟ عندنا نوعين في التراديشنال سيستم، الأنالوج تليفون والديجيتال تليفون. طيب الانترنت بروتوكول، وده النظام الاحدث طبعا، هنتكلم فيه عن الاي بي تليفون. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من التليفون سيستم هنتكلم عنهم بدايه من الفيديو دوت والفيديوهات الجايه، اللي هم الانالوج تليفون والديجيتال تليفون وكمان الاي بي تليفون، ونعرف كل سيستم سواء التراديشنال او الانترنت بروتوكول الكومبوننت بتاعته ايه، وازاي بنوصلهم مع بعض لحد ما نبني السيستم. تعالوا نبدأ الأول بالتراديشنال تليفون سيستم في الفيديو دوت، وإن شاء الله نقدر نخلصه. التراديشنال تليفون زي ما قلنا في نوعين، الأنالوج والديجيتال. أول نوع اللي هو الأنالوج تليفون، اللي هو بالشكل دوت، وده التليفون العادي التقليدي اللي كان موجود في معظم البيوت، وكلنا عارفين الشكل دوت وأشكال تانية كتير. النوع دوت من التليفونات ما بيعملش حاجة غير إن هو بيتصل، بترفع السماعة وتلف البكرة تطلب الرقم اللي أنت عاوزه وتخلص المكالمة بتاعتك وتقفل، ما بيعملش حاجة أكتر من كده. لكن لو جينا بصينا على النوع التاني اللي هو الديجيتال تليفون، هنلاقيه مختلف شوية. النوع دوت طبعا بيعمل مكالمات زي الانالوج، مفيش مشكلة، بترفع السماعة بتطلب الرقم اللي انت عاوز تكلمه من الارقام هنا وبتعمل المكالمة بتاعتك، مفيش مشكلة. لكن المميزات اللي موجودة فيه ومش موجودة في الانالوج تليفون، ان انت هنا تقدر تخزن ارقام على التليفون نفسه، تقدر تحول مكالمات، تقدر تعمل كشف رقم متصل اللي هو اظهار الرقم زي ما احنا متعودين نقول، تقدر تعمل عن طريق التليفون دوت حاجات كتير ما كانتش موجودة في الانالوج تليفون. يبقى ده كده باختصار الفرق بين الانالوج تليفون والديجيتال تليفون. خلونا بقى نتكلم على مكونات التراديشنال تليفون سيستم. بس قبل ما نتكلم عليها تعالوا نفتكر كده مكونات الداتا سيستم كانت عبارة عن ايه. احنا قلنا بيبقى عندنا الاند ديفايس زي البي سي مثلا، بنوصله بكابل نت على لومة في الحيطة اللي هي RJ45 outlet، وبعد كده بطلع من اللومة دي بكابل نت برضو اللي هو اللين كيبل، امشي في الحيطة لحد ما اوصل لغرفة الاي كي اللي موجودة في الدور، واخش على الراك. وبعد ما دخلت على الراك بالاوتلت دوت وبكل الاوتلت اللي موجوده في المكان، هبدا ان انا اجمعهم على باتش بانل، ومن الباتش بانل هدي السويتش. وبعد ما جمعت كل الاوتلت على السويتشات عن طريق الباتش بانل، هبدا ان انا انزل من السويتش بكابل لحد السيرفر روم. وكنا برضو شرحنا الصوره دي بتوضح الموضوع اكتر. هنا عندي البي سي مثلا، مشيت بكابل لحد ما وصلت للاي تي روم، ومن الاي تي روم جمعت كل السويتشات ونزلت بكابل لحد السيرفر روم اللي موجوده في الجراوند مثلا، اللي هي فيها السيرفرات
اللي بتغذي المشروع بالكامل. الكلام ده احنا قلناه في الداتا سيستم او في الاستراكشر كيبل سيستم. تعالوا بقى نشوف ازاي بنمشي في التراديشنال تليفون سيستم. يبقى دلوقتي هنتكلم على تراديشنال تليفون سيستم كومبوننت. اللي هنتكلم عليه دلوقتي كلنا عارفينه وكلنا شفناه في البيوت عندنا، احنا بس هنرتب الموضوع ونبسطه عشان يوصل بشكل اسرع. اول حاجه بيبقى عندنا التليفون اللي هو يعتبر اند ديفايس. التليفون دوت بوصل فيه كابل ار جي 11 بيوصل ما بين التليفون دوت وبين لومه في الحيطه اسمها ار جي 11 اوتلت. يبقى انا عندي تليفون وعندي لومه في الحيطه، بوصل كابل تليفون ما بين اللومه وبين التليفون. يبقى انا كده عملت التوصيله اللي موجوده في الشقه. بعد كده بنزل بكابل من اللومه دي في الشارع لحد ما بوصل على البوكس اللي موجود في الشارع. هتلاقي بوكس كده بالمنظر دوت موجود على الحيطه في الشارع. بتنزل بالكابل بتاعك، بكابل التليفون من الـ RJ 11 اوتلت، تنزل بالكابل لحد ما توصل على البوكس اللي في الحيطه. البوكس دوت اسمه ديستريبيوشن فريم. وبعد ما وصلت على البوكس دوت هتلاقي البوكس نازل منه كابلات ماشيه بقى في الارض لحد ما بيوصل للبيلر، زي بيلر الكهرباء بس دوت بتاع تليفونات. البيلر دوت او الصندوق بتاع التليفونات دوت او كابينه التليفونات اسمها مين ديستريبيوشن فريم. دي بتجمع الكابلات اللي جايه من مجموعه ديستريبيوشن فريم، وبعد كده بتجمعها ويروح على السنترال. وده عم احمد هو بيصلح الكابينه ويشوف التليفونات اللي فاصله كده. بنشوف احنا عم احمد كتير طبعا. ماشي كده احنا اتاكدنا ان احنا عارفين الموضوع دوت. احنا بس حطيناه في مجموعة الستبس كده ورا بعض عشان نوصل المعلومة بشكل كويس. طيب الكلام دوت بيحصل في الشوارع او في البيوت، هل ممكن يحصل في المشاريع نفس الكلام ويبقى عندي ديستريبيوشن فريم بيجمع مجموعة اوتلت، ويبقى عندي مين ديستريبيوشن فريم بيجمع مجموعة كابلات جاية من ديستريبيوشن فريم ويجمعهم لحد ما يروح السنترال وكده؟ طبعا الكلام ده موجود وهنشوفه بالتفصيل خلال الفيديو ان شاء الله. ما نستعجلش، احنا دلوقتي عرفنا التليفون اللي موجود في البيت عندنا بيتوصل ازاي بالسنترال. الاول بنوصل كابل بين التليفون وبين الـ RJ 11 اوتلت، بعد كده بنزل بكابل من الاوتلت دوت لحد ما اوصل على الديستريبيوشن فريم، ومن الديستريبيوشن فريم بيروح بكابل لحد المين ديستريبيوشن فريم اللي هي طالع منها كابلات من تحت الأرض برضه بتروح لحد السنترال. تعالوا بقى نمسك كل كومبوننت فيهم ونتكلم عنها شوية. الـ RJ 11 أوتلت لو بصيت جنبك على الحيطة كده في البيت هتلاقي شكل اللومة دي موجودة. وطبعا كل تليفون بيكون متوصل على لومة لوحده. يبقى زي ما قلنا في نظام الداتا إن كل أوتلت بيكون ليه كابل خاص بيه، نفس الكلام هنا في التليفون، كل أوتلت بيكون ليه كابل خاص بيه. بنزل بكابل من الاوتلت دوت لحد ما اوصل للسنترال. هو كابل خاص بالتليفون ده بس او بالاوتلت ده بس. طيب نفكر مع بعض كده شوية. عندنا في البيوت ممكن تبقى موصل التليفون في مخرج زي دوت موجود مثلا عند البلكونة او عند الشباك، ولو شلت التليفون ووصلته في مخرج تاني موجود في الأوضة عندك جوه التليفون هيشتغل برضو وتقدر تعمل مكالمات عادي مفيش مشكلة. ده ليه بقى؟ لأن المخارج دي ممكن تكون متوصلة لوحدها وممكن تكون متوصلة بارلل. لو متوصل لوحده يبقى التليفون مش هيشتغل غير في الأوتلت ده بس. يعني انت لو عندك مكتب مثلا وعاوز تعمل لكل موظف خط لوحده عشان كل موظف هيكلم مجموعة عملاء مثلا يعمل تسويق للمنتجات بتاعة الشركة بتاعتك، فلازم يكون لكل موظف خط لوحده عشان يقدر يتكلم براحته. فدوت بيكون individual، إن كل أوتلت أو كل تليفون ليه كابل لوحده لحد السنترال. لكن في البيوت إحنا ما بنعملش كده، ما بنجيبش خط لكل تليفون، هو بنجيب خط واحد بس وبنوصل كل الأوتلت دي بارلل مع بعض، بحيث إن أنا لو نقلت التليفون من الأوضة ووديته الأوضة التانية
يشتغل برضه عادي على نفس الخط. لو نقلته من الأوضة وديته الصالة هيشتغل برضه على نفس الخط. تمام كده. تاني حاجة نتكلم عنها الديستريبيوشن فريم، اللي هو البوكس التليفونات اللي موجود في الشارع. مبدئيا كده هو ليه كذا اسم، ما اسموش ديستريبيوشن فريم بس، هو ليه 3 أسماء. أول اسم ديستريبيوشن فريم واختصارها دي اف، تاني اسم التليفون بوكس اللي هو بوكس التليفونات واختصارها تي بي، تالت اسم تليفون جانكشن بوكس واختصارها تي جي بي. يبقى لازم نبقى عارفين الاختصارات ونبقى عارفين الأسماء برضه، عشان لو شفنا أي اختصار منهم في أي حتة نبقى عارفين ونبقى فاهمين إن دوت هو الديستريبيوشن فريم أو بوكس التليفونات اللي إحنا عارفين شكله بالمنظر ده. طيب البوكس دوت بيستخدم في إيه؟ البوكس دوت بيجمع مجموعة خطوط مع بعض ويطلع بيها بكابل واحد لحد المين ديستريبيوشن فريم. يبقى أنا مثلا عندي عمارة فيها 5 خطوط أو 5 شقق، كل شقة ليها خط، وعمارة جنبها فيها 10 خطوط، وعمارة تالتة وعمارة رابعة وهكذا. البوكس ده بيجيله من تحت كابل واحد بعدد الخطوط اللي هو يقدر يوزعها. بعد كده بطلع منه بكابلات صغيرة، كل كابل رايح لشقة. يبقى أنا كده قدرت أجمع مجموعة كابلات، قدرت أجمع مجموعة خطوط على خط واحد جاي من المين ديستريبيوشن فريم. وبعد كده لما رحت عن جنب العمارتين أو جنب ال3 عمارات دول، قدرت إن أنا أوزع كل خط لوحده وكل خط طالع لشقة. طب البوكس دوت يقدر يشيل أو يقدر يغذي كام خط؟ قالك في منه أحجام كتير، ممكن يقدر يشيل 10 خطوط، 15 خط، 20 خط، على حسب البوكس. نفترض مثلا إن البوكس دوت يقدر يشيل 10 خطوط، يبقى أنا هيجيلي كابل من تحت جاي من المين ديستريبيوشن فريم كابل 10 بير عشان هما 10 خطوط. وبعد كده هدخل على البوكس دوت، والبوكس هيطلع منه 10 كابلات، كل كابل عبارة عن 1 بير، وكل كابل هيروح لشقة يغذيها بالتليفون. تمام. بس خلينا عارفين إن مهما اختلف عدد الخطوط اللي يقدر يشيلها البوكس دوت، لازم نبقى عارفين إن عدد كابلات الدخول أكبر من أو يساوي عدد كابلات الخروج. يعني عدد الأزواج اللي جاي من تحت هنا اللي هتخش البوكس يبقى أكبر من أو يساوي عدد الكابلات الخارجة. يعني لو جاي لي من هنا 10 خطوط أو 10 بير، هيبقى الخارج عندي 10 بير أو أقل، مينفعش يبقى أكتر طبعا. والكلام ده بيبان معانا لو أنت مثلا نقلت شقة جديدة في منطقة غير المنطقة بتاعتك ورايح تقدم على تليفون، فهتروح السنترال هيقولك أنا هبعتلك فني الأول يشوف في مكان في البوكس اللي عند العمارة بتاعتك ولا مفيش مكان. عشان كده هنا قلنا عدد الانكومنج كيبل اكبر من او يساوي عدد الاوت جوينج. لو الاتنين بيساوي بعض يبقى كده البوكس دوت مليان ومش هيقدر ان هو يوصل لك تليفون على البوكس دوت، هيشوف لك بوكس تاني. لكن لو هنا مثلا 8 كابلات خروج وانت داخل لك هنا كابل 10 بير، يبقى كده لسه في امكانية ان احنا نحط خطين تاني على البوكس دوت وهيقدر ان هو يوصل لك تليفون للشقة بتاعتك، مفيش أي مشكلة. تعالوا نشوف بقى الكومبوننت اللي بعد كده اللي هي المين ديستريبيوشن فريم، البيلر أو الكابينة الكبيرة اللي موجودة في كل منطقة أو موجودة بعد كل كام شارع وبرضه كلنا بنشوفها. الكابينة دي نفس الفكرة بتاعت الديستريبيوشن فريم أو التليفون بوكس. الكابينة دي هي اللي بتغذي التليفون بوكس بكابل مالتي كور بعدد الخطوط اللي يقدر يشيلها. يعني أنا بطلع من الكابينة دي بكابلات مالتي كور، كل كابل عبارة عن 10 بير 20 بير على حسب البوكس اللي هو رايح له، ومن البوكس بقدر إن أنا أوزع على مجموعة يوزرز كتير. يبقى الكابينة دي بتستخدم في تجميع الكابلات برضو أو تجميع الأسلاك أو تجميع خطوط التليفون على كابل واحد مالتي كور، والكابل دوت بيروح لحد التليفون بوكس برضو كابل مالتي كور، والتليفون بوكس بيبدأ يوزع على مجموعة المستخدمين بكابلات 1 بير. وزي ما التليفون بوكس كان ليه ريتنج كتير، برضو الكابينة ديت أو المين ديستريبيوشن فريم ليها ريتنج كتير. ممكن الكابينة تشيل 100 خط أو 150 خط أو 200 خط أو أكتر من كده على حسب حجم الكابينة
وعلى حسب المنطقة اللي أنا هحط فيها الكابينة فيها مستخدمين أو فيها سكان قد إيه، بس خلينا عارفين إن الكابينة دي تقدر تشيل عدد خطوط كبير جدا. تعالوا كده نفكر مع بعض في حاجة، بعد كده نشوف النتيجة بتاعتها إيه. إحنا عمالين نقول كل تليفون ليه كابل لوحده زي نظام الداتا. طيب هل أنا لو في شركة أو في مشروع كبير، مبنى إداري مثلا أو مستشفى أو فندق، أي مشروع كبير يعني، أكيد بيكون في عدد تليفونات كبير جدا، ممكن يوصل لمية ومية وخمسين ومتين تليفون. هل أنا هروح أتعاقد على 150 خط أو على 200 خط من المصريين الاتصالات؟ طبعا الكلام ده مستحيل، لأن كده هيبقى تكلفة كبيرة جدا جدا جدا، ويبقى أنت كده أصلا حاجز مين ديستريبيوشن فريم لوحدك، والتكلفة هتبقى باهظة. فده من حيث التكلفة، التكلفة هتبقى كبيرة جدا. طيب هل أنت في شركة، هل كل الموظفين بيعملوا مكالمات لحد بره الشركة، ولا معظم الموظفين بيعملوا مكالمات جوه الشركة؟ يعني مثلا المدير بيكلم السكرتيرة، السكرتيرة بتكلم الحسابات، بتكلم الأرشيف، وهكذا. أكيد ده اللي بيحصل، إن بيحصل مكالمات داخل الشركة نفسها، وقليل قوي لما يحصل مكالمة لحد بره الشركة، وغالبا اللي بيعملها المدير بس، هو اللي بيتكلم بحد بره الشركة. عشان كده الناس بدأت تفكر وتقول ليه أجيب 150 خط من شركة الاتصالات زي عندنا في مصر المصرية للاتصالات، وأنا أصلا مش محتاج أعمل مكالمات خارجية كتير. فبدأوا يفكروا وقالوا إحنا هنعمل سنترال داخلي جوه المشروع. السنترال الداخلي دوت هيخش له الخط اللي جاي من المصرية للاتصالات أو خطين أو ثلاثة على حسب ما أنا عاوز، وجوه المشروع هبدأ إن أنا أوزع لعدد كبير بقى زي ما أنا عاوز، لل150 أو لل200 تليفون اللي عندي، وهتعاقد من المصرية للاتصالات على عدد خطوط خارجي اللي أنا محتاجه بس، اللي هم مثلا المديرين بس، خطين ثلاثة أربعة خمسة 10 خطوط، لكن أكيد مش ال150 كلهم ولا ال200 كلهم. فعملوا حاجة اسمها BABX، ودوت السنترال الداخلي الخاص بالمشروع دوت. بابكس دي اختصار لإيه؟ اختصار ل Private Automatic Branch Exchanger، يعني السنترال الداخلي الخاص بالمشروع دوت. وده بيكون عبارة عن جهاز بيخش له عدد الخطوط اللي جاي من السنترال الرئيسي أو اللي جاي من المصرية للاتصالات، ويبدأ هو يوزع على التليفونات اللي موجودة في المشروع، اللي هم 150 أو 200 تليفون اللي موجودين. طيب ليه أنا بستخدم البابكس ده؟ عشان زي ما قلنا لو اتعاقدت على عدد خطوط يساوي عدد التليفونات اللي عندي أو عدد الموظفين اللي عندي، كده هتبقى تكلفة كبيرة جدا جدا، وفي نفس الوقت مش كل الموظفين أو مش كل التليفونات هتعمل مكالمات خارجية، فأنا مش محتاج عدد الخطوط ده كله. عشان كده بنعمل سنترال داخلي خاص بالمشروع. طيب السنترال دوت أو البابكس بيكون مبرمج بطريقة معينة مش هنشغل بالنا بيها دلوقتي. البرمجة ديت بتحدد التليفونات اللي تقدر تعمل مكالمات خارجية، مثلا المديرين بس هما اللي يقدروا يعملوا مكالمات خارجية، فده بيكون عن طريق برمجة لجهاز البابكس دوت. الجهاز دوت بيكون فيه مميزات برضو، اللي هي تحويل المكالمات أو البريد الصوتي. أقدر عن طريق البرمجة بتاعة الجهاز دوت أو عن طريق النظام ككل أعمل تحويل للمكالمات. يعني مثلا المدير هيكلم السكرتيرة هيقول لها حوليني للمدير المالي مثلا. النقطة اللي بعد كده، الجهاز دوت عشان يشتغل محتاج كهرباء، الكهرباء بتاعته مجرد سلك بتوصل على فيشة 220 فولت عادي، جواه دايرة بتحول للكهرباء اللي هو محتاجها. يبقى الجهاز ده في الآخر كهربيا عبارة عن فيشة مش أكتر من كده، زي ما قلنا على لوحة الفاير ألارم كنترول بانل برضو كان بغذيها بالكهرباء عن طريق فيشة. الجهاز دوت عشان أقدر إن أنا أشغله في حالة إن الكهرباء فصلت، فلازم يكون فيه بطارية، والبطارية ديت بعمل لها حسابات عشان تقدر تشغل النظام ككل في حالة إن الكهرباء قطعت. وطبعا بعد ما عملت تعاقد على خطين تلاتة أربعة من المصرية للاتصالات، أكيد التكلفة بقت قليلة جدا، لأن أنا مش بتحاسب على عدد
التليفونات اللي موجودة أو على عدد الخطوط اللي خارجة من البابكس. لا، أنا بتحاسب على عدد الخطوط اللي جاية لي من المصرية للاتصالات، وده طبعا بيوفر تكلفة كبيرة جدا للأونر بتاع المكان أو الأونر بتاع المشروع. إزاي بقى بنحط المواصفات بتاعة جهاز البابكس دوت؟ بختاره على أساس إيه؟ لو فكرنا شوية كده مع بعض من سياق الكلام اللي إحنا قلناه، أكيد هنختاره على حسب عدد كابلات الدخول اللي هي عدد الخطوط اللي جاية من المصرية للاتصالات، وأكيد برضو بختاره على أساس عدد كابلات الخروج اللي هتغذي المشروع، وكمان هختاره على حسب سعة البطارية بتاعته، تقدر تشغل السيستم دوت لمدة قد إيه أو لمدة كام ساعة لو الكهرباء فصلت، وحاجات تانية، بس دول أهم النقط: عدد خطوط الدخول، عدد خطوط الخروج، سعة البطاريات. تمام كده؟ نيجي بقى نشوف مثال كده من مشروع. هنا البابكس هتلاقيه كاتب 15 على 150. دي معناها ايه؟ ال15 دي هي عدد خطوط الدخول، انا متعاقد على 15 خط بس، لكن البابكس يقدر يغذي لي 150 جهاز تليفون في المشروع. فهي بتتكتب كده: 15 على 150 عدد خطوط الدخول على عدد خطوط الخروج. وهتلاقي ان هو كاتب 15 بير تليفون كيبل جاي من الكابينة بتاعة المصرية للاتصالات، والبابكس بيكون متوفر عليه بطاريات والشاحن بتاعها، والبطاريات دي تقدر تشغل السيستم لمدة ساعتين. الحسابات بتاعتها معمولة على كده، وزي ما قلنا هو بيحتاج نقطة كهرباء أو باريزة كهرباء، فبديله باور سورس 220 فولت 50 هرتز العادي، وهو جواه دايرة إلكترونية عشان دوت نظام إلكتروني بتحول ال 220 فولت الـ AC ل 12 فولت DC مثلا، أو على حسب الفولت اللي هو شغال عليه، بس بيكون DC. وبعد كده بطلع من البابكس أو من السنترال الداخلي بتاع المشروع، أروح على الـ MDF اللي هي المين ديستريبيوشن فريم، اللي هي هتغذي بقى 150 جهاز تليفون موجودين في المشروع. تعال نشوف بقى سنجل لاين دايجرام كامل بتاع مشروع. برضو المشروع ده بيتكون من جراوند وأول وتاني، من 3 أدوار يعني. الدور الجراوند فيه 20 خط تليفون أو 20 جهاز تليفون، الدور الأول فيه 30، الدور التاني فيه 50، يبقى كده عندي مجموع التليفونات أو مجموع الخطوط 100 خط. يبقى الـ MDF هيكون عليها الـ100 خط دول، أو هتغذي الـ100 خط دول، يعني كابل 100 بير. والمشروع دوت كنا محتاجين فيه 10 خطوط بس خارجية، أو 10 خطوط من المصرية للاتصالات. يبقى أنا كده عندي البابكس دوت هو كام؟ 10 على 100، 10 خطوط دخول و100 خط خروج. بطلع من الـ MDF على IDF في كل دور. IDF اللي هي اختصار لإيه؟ Intermediate Distribution Frame. والـ IDF نفس الفكرة بتاعت الـ MDF، نفس الفكرة بتاعت الـ DF أو التليفون بوكس. هو بيجمع بعد كده يوزع. هنا بيجمع على كابل واحد جاي من الـ MDF، بعد كده هيوزع على التليفون بوكس اللي موجودين في الدور دوت، وكل تليفون بوكس بيوزع على مجموعة خطوط لوحده. الدور الأول هنا طلعت بكابل 30 بير، عشان هنا في 30 تليفون على IDF، والIDF هيوزع على 2 تليفون بوكس عشان كل تليفون بوكس موجود جنب مجموعة خطوط، فدوت هيدي ال10 تليفونات ودوت هيدي ال20 تليفون. ونفس الكلام في دور الجراوند، كان عندي 20 تليفون جيت بكابل للـ MDF 20 بير، الكابل دوت دخلت على الـ IDF، بعد كده هتبدأ توزع على التليفون بوكس اللي هو هيدي للـ20 تليفون. الـ IDF مش شرط إن أنا أستخدمها، ممكن أستغنى عنها عادي، وأطلع من التليفون بوكس دوت بكابل 20 بير لحد الـ MDF، والتليفون بوكس دوت برضه كابل 20 بير ودوت 10 بير، على حسب كل تليفون بوكس بيغذي كام تليفون. بس زي ما قلنا بيتجمع ويوزع، فعشان اختصر عدد الكابلات او اقلل عدد الكابلات اللي هتنزل على الـ MDF،
فبحط ال IDF في النص، أو بحط IDF في كل دور أو كل زونة، وهي بتوزع على التليفون بوكس اللي موجودين. تعالوا نشوف مشروع أكبر شوية. المشروع دوت عبارة عن جراوند أول تاني تالت. الدور الجراوند فيه 10 تليفونات، الدور الأول فيه 4 غرف، كل غرفة فيها 10 تليفونات، يعني كده 10، وهنا 4 × 10 = 40، يبقى كده 50. الدور التاني فيه 5 غرف، كل غرفة فيها 10 تليفونات، يعني كده 50 كمان. الدور التالت فيه 3 غرف، كل غرفة فيها 10 تليفونات، يبقى كده عندنا 130 تليفون أو 130 خط، وأنا كنت محتاج 10 خطوط خارجية بس، فكده البابكس عبارة عن 10 على 130. ممكن ما نلاقيش بابكس بيشيل 130، فهجيب الأعلى منه اللي هو 150، يبقى كده 10 على 150. هتلاقي ال MDF برضو 150، أطلع منها بقى بكابلات مالتي كور على كل دور. الدور دوت الدور الجراوند فيه 10 تليفونات بس، فمحطتش IDF، فطلعت من ال MDF على التليفون بوكس على طول وهو يدي ال10 تليفونات. بعد كده الدور الأول طلعت من ال MDF على SDF. SDF اللي هي Sub Distribution Frame، اللي هي نفس المعنى بتاع ال IDF Intermediate Distribution Frame، وده هيبدأ يوزع على مجموعة من التليفون بوكس. كل تليفون بوكس هيودي على 10 خطوط. الدور الأول فيه 40 تليفون، كل تليفون محتاج 1 بير، طلعت بكابل 40 بير. ونفس الكلام الدور التاني فيه 50 تليفون، طلعت بكابل 50 بير. الدور التالت فيه 30 تليفون، طلعت بكابل 30 بير. يبقى كده احنا عرفنا الفكرة وعرفنا التراديشنال تليفون سيستم بيشتغل ازاي وبيتكون من ايه، وكل كومبوننت فيه شكلها ايه وليه بستخدمها، وبعض الخصائص عنها كمان. بنعتذر ان الفيديو ده كان طويل شوية، بس حبينا ان احنا نخلص التراديشنال تليفون سيستم كله مرة واحدة. هنقف لحد هنا الفيديو دوت، والفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ نتكلم على النوع التاني من انواع أنظمة التليفون اللي هو الـ IP تليفون. شكرا.